تحولت خلال الفترة الأخيرة ولاية أضرار لمحج لعديد المهاجرين الأفارقة الباحثين عن الاستقرار والظفر بعمل يكفل لهم عيشهم سواء تجارية أو نشاطات أخرى. وي الحمد لله ترافاي بوبلاسيون الجزائري الحمد لله. وي لي جان سي بوين. اه جي فيان دي ليبيريا. Mais nous sommes en Algérie. Pratiquement ça va. Ça va. On dit alhamdoulillah parce qu'il y a la santé et avec les gens aussi, c'est toujours la solidarité qui marche au fait. Algérie mleha. Algérie y a un travail bizarre l'argent voilà. Oui, ils sont bien. Ils nous donnent des respects, nous aussi on les donne des respects quoi. Ils sont bien ici. في جولة خاطفة لأسواق ولاية أضرار رصدت كاميرا النهار آراء العديد من المهاجرين ممن عبروا عن رضاهم عن الوضع. السلام عليكم واش لاباس مريقلة أضرار لا بيان لا سانتي بيان تراباي بيان درهم كاينة شوية الحمد لله. أنا هنايا في أضرار يسامي ليها أضرار كلش كاين والله الجيري بيان كلش كاين ريها نوادر حاجة مليحة كلش كاين يا بس عندي درهم مليحة أدرى بين 100% أي دولة هذه الجزائر ناس مليحة كلش مليح ما أي ناس ما حقرني قاع إن شاء الله كل دولة هذا زين مليحة. أنا باقي هم زاهنات الجزائرية ما كاش مشكلة. هما إخواننا وإحنا بطبيعة الحال إنسان مد إيده في مثال للعون الناس كل تعاون فيهم عايشين معانا ياكلوا معانا من في العمل بلك لقاو مناصب عمل خير من الجزائريين من ناحيه المعيشه راهم عايشين بلك خير منا احنا صراحه الناس كل تعطف عليهم الناس كل تحن عليهم يعني ما شاء الله احنا الجزائريين مشهورين باللي ما خلوش جيراننا صاحبي معايا نيجر عندي طاوله كي معنا يا هؤلاء المهاجرون الأفارقة ورغم دخولهم بطريقة غير شرعية لكنهم وجدوا كل الظروف المواتية للاستقرار بالجزائر من المعاملة الحسنة وفرص العمل مما سهل اندماجهم. 1, 2, 3, Viva l'Algérie!